ما زالت معنا مجموعة متنوعة من الأخبار. نبدأ من الجمعية التأسيسية للدستور، المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور وحيد عبد المجيد نفى ما تردد حول انتهاء لجنة الصياغة بالجمعية من إعداد نص خاص بالأزهر الشريف يتضمن اعتبار الأزهر مرجعية للدولة. أيضا نفى ما يتردد من أن الجمعية انتهت من إعداد نص مادة جديدة بشأن الشريعة الإسلامية. الدكتور الوحيد أكد أن لجنة الصياغة لم تناقش حتى الآن المقترحات الخاصة بمسألة العلاقة بين الدين والدولة، نافيا كذلك ما تردد حول توجه داخل الجمعية التأسيسية لتعيين رؤساء الجمهورية السابقين في مجلس الشورى أو الشيوخ، المسمى الجديد على الأرجح مدى الحياة. نذهب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، افتتح اليوم جلسة التداول بالبورصة، وعلى هامش الافتتاح أكد الدكتور هشام قنديل أن القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي لن يتضمن تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض، والذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار. خلونا نشوف تقرير عن افتتاح جلسة التداول بالبورصة وعن ما قال الدكتور هشام. هذه البورصة عمرها 125 سنة، بورصة عريقة كانت في الأربعينات من أكبر خمس بورصات في العالم. إحنا يعني عازمون إنها ترجع إلى سابق عهدها وإن شاء الله تكون من أكبر بورصات العالم، والحكومة سوف تساندها بكل ما تستطيع وكل ما تؤتى من قوة. لقد النهاردة يعني عملنا اجتماع قبل ما نخش على الجلسة واتفقنا مع الإخوة المسؤولين عن البورصة وعن سوق المال، لابد من تطوير سوق أدوات الدين خاصة السندات والصكوك لتمويل المشروعات القومية. أيضا بورصة النيل وهي بورصة بتعني بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي بورصة هامة يجب أن تنمو لأنها بتخدم 75% من الشركات المصرية. أيضا اتفقنا على دعمها لأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليه دور هام في دعم الطبقة المتوسطة وليس فقط الطبقة الغنية. الحقيقة القطاع الخاص زي ما ذكرت في البداية ليه دور كبير. نحن نحتاج هذا العام لتحقيق نمو من 4 إلى 5%. نحتاج إلى استثمارات حوالي 267 مليار جنيه مصري. دور القطاع الخاص منهم حوالي 170 مليار جنيه مصري. بنتعشى من البورصة تلعب دور كبير في هذا الموضوع. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى خلال الفترة الماضية بعد الثورة إن كان هناك معاناة في السيولة، إن كان هناك ضباب في المرحلة السياسية أثرت سلبيا على الاقتصاد المصري، لكن حاليا هناك وضوح كامل في المسار السياسي. هناك دستور يتم إعداده من الجمعية التأسيسية، ثم انتخابات برلمانية في نهاية العام الحالي إن شاء الله. هناك توجه واضح من الحكومة إلى دعم القطاع الخاص. كما ذكرت يعني بعد الثورة الحمد لله البنية الأساسية للاقتصاد موجودة، المصانع موجودة، العامل المصري الماهر موجود. ما يتبقى هو أولا التمويل، ثانيا وهو الأهم العودة إلى العمل، العمل الجاد والمضني حتى نحقق ما نصب إليه من أهداف الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. ما نصب إليه من توفير الرفاهية والاستقرار للشعب المصري الذي يستحق منا كل خير. خبر آخر، المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أحال وزير الثقافة الأسبق السيد فاروق حسني إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح بقيمة 9 ملايين جنيه، وهي قيمة المبالغ التي عجز عن إثبات مصدرها. هذا وقد شمل قرار الأحالة إلزام وزير الثقافة الأسبق السيد فاروق حسني برد مبلغ التسعة ملايين جنيه، إضافة إلى تغريمه بمبلغ مماثل أي 9 ملايين أخرى.
من جهة أخرى المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل في قضايا فساد وزارة الزراعة بدأ التحقيق في بلاغ يتهم الرئيس السابق مبارك والسيدة زوجته بالاستيلاء على 270 ألف متر في بلبيس بقيمة أقل من 5 قروش للمتر. كما يحقق المستشار إدريس في بلاغ يتهم السيد علاء والسيد جمال مبارك بالاستيلاء على 10 أفدنة من أراضي جمعية أحمد عرابي للتنمية الزراعية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي للاستثمار في مجال الزراعة حولت لفيلات وحدائق وحمامات سباحة. خبر أخير هو خبر حزين، شيعت اليوم جنازة فقيد الرياضة المصرية والعربية الكابتن محمود الجوهري من مسجد آل رشدان عقب صلاة العصر، وذلك في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة حضرها رئيس ديوان رئيس الجمهورية وزير الرياضة وعدد كبير من نجوم الرياضة المصرية وقيادات القوات المسلحة. البقاء لله. نتقدم لأسرة الكابتن محمود الجوهري بالعزاء ونتمنى لذكرى الكابتن محمود الجوهري أن تظل دائما كما كانت عطرة في أذهان المصريين جميعا. كان له دورا عظيما، شخصية وطنية مقدرة. نطلع نشوف تقرير ونعود لاستكمال النقاش. بعد صراع طويل مع المرض رحل عن عالمنا الكابتن محمود الجوهري الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 74، ليصل جثمانه ظهر اليوم على متن طائرة عسكرية أردنية يرافقه وفد رسمي أردني رفيع المستوى ليستقبلهم وزير الرياضة وبعض من الرياضيين. ننهي أنفسنا طبعا والشعب المصري خاصة والأمة العربية كلها فقدان رجل عظيم زي كابتن محمود الجوهري. الواحد حزين مرتين، حزين طبعا لفراق الكابتن محمود الجوهري على المستوى الشخصي، وحزين انه بيشوف هذا الحب وهذا كمية التقدير بعد رحيل الكابتن الجوهري. مستنيتش افكر ان هو عيان عيا عادي ولا عيا بسيط ولا في غيبوبة او مجرد عيا، فانا احساس داخلي انا وابراهيم رحنا سافرنا على طول، كان عندي احساس ان انا عايز اشوفه يعني. فالحمد لله انا كنت معاه للاخر رغم ان هو ما كانش حاسس بينا، لكن هو كان حاسس بينا بقلبه. هو من النوع اللي هو كان بيحب شغله قوي وما بيكلش، ولحد اخر لحظه لما ساعه ما توفى كان موجود في الملعب في الناشئين هنا، كان بيكرم الناشئين في الاردن، وروح كان الكلام ده بعد الصلاه وروح تعب يعني لاخر لحظه بيشتغل، عنده ضمير. وبحضور جماهيري طاغ وعدد كبير من الرياضيين تمت الصلاة على جثمان الفقيد عصر اليوم من مسجد آل رشدان ليشيع بعدها لمثواه الأخير. احنا بنقرأ له الفاتحة وندعي له ان ربنا يتولاه برحمته ويغفر له يا رب ان شاء الله. وزي ما لسه بقول لهم دلوقتي لا كرامة للنبي في وطنه، ده اللي احنا نقدر نقوله. كابتن محمود احنا افتقدنا يا رمز من رموز مصر وعلم من اعلام مصر. هو ربنا يعوض علينا. كابتن جوهري كان قيمة كبيرة قوي وهيفضل قيمة معانا، عمل كيان للاعب المصري وللمدرب المصري وللكرة المصرية. أتمنى أن الدولة تكرمه تكريم يليق باسم كابتن محمود الجوهري على اللي عمله للكرة المصرية. تعزينا لأسرة الكابتن محمود الجوهري وتعزينا لأسرة الكرة المصرية بشكل عام. فقدنا راجل من أفضل الناس اللي احنا تعلمنا على قديه حاجات كتير جدا، تعلمنا عليه على قديه الرجولة، تعلمنا على قديه كل شيء. نتمنى ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله. الكابتن محمود الجوهري أو جنرال الكرة المصرية بدأ حياته الكروية لاعبا بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، ثم تعرض لإصابة في قدمي والذي اضطرته للاعتزال مبكرا، فاتجه إلى التدريب حيث كان من المدربين القلائل الذي تولى تدريب الناديين الأهلي والزمالك، ثم تولى تدريب المنتخب الوطني ليصل به للمرة الثانية في تاريخه لكأس العالم عام 1990 والحصول على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عام 1992 والفوز ببطولة الأمم الإفريقية عام 1998، ثم تولى تدريب المنتخب الأردني عام 2002 ليقوده لنهائيات كأس الأمم الأسيوية وتحقيق المركز الثالث في كأس العرب، ليكرمه العاهل الأردني بوسام العطاء. رحم الله فقيد الكرة العربية الجنرال محمود الجوهري. خالد جمال، هنا العاصمة. رحم الله الكابتن محمود الجوهري، شخصية وطنية عظيمة، شخصية رياضية مقدرة
نتمنى أن تكرم يكرم اسم الكابتن محمود الجوهري خلال الأيام القادمة. بعد الفاصل وبعد هذه القائمة المتنوعة من الأخبار سيكون معنا سياسي مصري له دور كبير في حياتنا، له دور كبير لم يبدأ مع ثورة 25 يناير، ولكن نضال الرجل ومحاولات النائب البرلماني السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية للدفاع عن حقوق المصريين ولمقاومة الاستبداد والفساد والعصف بالحريات، محاولات لها تاريخ طويل. بعد الفاصل سيكون معنا لحوار حول متغيرات المشهد السياسي المصري، حول دوره خلال الفترة القادمة، كيف ينظر لما يحدث في مصر، ما هي أمنياته للشعب المصري الذي دافع قبل حملات الانتخابية الرئاسية وبعد حملات الانتخابية الرئاسية استمر في الدفاع، الذي دافع عن حقوق فقرائه ومحدود الدخل به تماما كما دافع عن الحريات وعن حقوق الإنسان. نطلع فاصل ونرجع للحوار.